garab ka isbeddel dooka kulmiye ee mudooyinkii u dabeeyay wada hadalka dhinaca siyaasadu u socday ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani waxana kulanka arrintaasi lagu shaacinayay si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta afayeenka garab ka isbeddel dooka kulmiye حسين أحمد عيدي دي وليب حقيها ورفافتا حسبقا معارضك ودني عبد الرشيد حسن مطان وقوري قوبتا سي وحاكا لي حسين أحمد عيدي دا فيينكا قرب كيس بدل دونكا كل مية وعانوا فييك وشيغي إني مانتا كبيرين حسبقا معارضك ودني سيدوكا لي حسين أحمد عيدي وحاو شيغي إني مع السلاميين حسبقا كل مية oo waqti iyo dhaqaalaba kaga baxay dadaal dheer kadib iyo wada hadal dheer kadib waxa maanta la soo gaaray in la gaaro heshiis rasmi ah oo lagu soo guraanaday wada hadaladii muddo dheer socday heshiiska waxa runtii de uu mucdiisu ay tahay in garabkiisba haysiga ديمقراطية هي حزبك كلمية وصير رسمية وقبيرة وقبيرة حزبك وطني وحن مركا لما نبنيها أنه كغا وكيل كاهين وضع هذا اللضع يا ها قرب كيس بهاي سيقى ديمقراطية هي حزبك كلمية إيو تاقير يا شودي إيو لما نمد سومال لان بوحن نوغيسينينا إن لقب العابو حلقان هدعه إن قرب كاسي وصير رسمية وقوم ولم يدوبي حسب جاو وضني وهاي قرب كترسن وضني لقب الأول ما تدي منهن كل مية حقيها ورفا فتا حسب جا معارض وضني مدني عبد الرشيد حسن متان وإسنا قاب تاسي كهذلي وحا وقلب فرن كسور دويجي سياسي تاني ميساك عروس اي حسبيغا ما تاكوسو بيراي وحا ما تاو بيشو اي تايشانتي اكتوبر لابد اكون يليحي طبانكا سوغا بقوبي اولا غاري قنانت كي دي ودا هادل سعودي مددير او دحيي غربكا اسبدل دونكا اي حسبيغا كلمية ايو حسبيغا وداني وحا الهي مهدي يا اولاغا مهدنقو ان ما انتا انغاني قوشا ان لغارو اسافكارت يا اتفاق هقاميها حسبيغا معاردك وداني مدان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ويسنا ورفديك الله اللي وحاوسي ويلوسو دوي مسؤوليتا ما تحسبيغي ساكوسو بيراي وها السعودي وضا حضر مدو والسعودي حسبيغا وداني ايو قرب خيستو اسبايسيغا حسبيغا كلمية ها مدح كمي ده هاي كم ده يحس بيجا ولا سوق مالدي وحنا نسلك قرطي سوق من الوجه شيء تفاصيل شو زي ما ده توقف تيجي ده كم راسب كه انتي ما تلاقو تلا جرا صحفة تلا جرا شعر لكن ولا جه شيء غير سجا ولا جه شيء مبادئ ده بود حدا رصاب بندق تونا هذي هاي كم بيجو si kasta ahaataba mas'uuliyiintani ayaa si weyn uga biyadiiday shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye kaasi oo hore loogu xumaamaday hoggaamiye Muuse Biixi Cabdi waxaana dadka siyaasadda Soomaaliland oo durusay sheegayaan inay arrintani guul weyn u tahay xisbiga mucaaradka ee wadani Petri Kosar telefishanka caalamiga Star Hargeysa